حييكم مشاهدينا مع نهاية الأسبوع، كلكم يمكن عم تستعدوا حتى تروحوا على البحر أو تطلعوا على الجبل. أنا بتمنى لكم أكيد نهاية أسبوع مريحة وسعيدة، وحبيت اليوم مع نهاية الأسبوع أني ضوي على نقطة كتير مهمة دايما بيتسألها اللبناني، وهي من تلوث البحر إلى خطر تأثيره على الثروة السمكية والبيئة البحرية، بمعنى آخر وين فينا نسبح على طول الشط اللبناني، وإذا بنقدر ناخل سمك، وشو تأثيرات التلوث إذا وجد التلوث، لأنه هناك نوعين من التلوث البكتيري والكيميائي. كمان بدي أكيد نوضح لكل المشاهدين هذا الموضوع مع أكيد مدير مركز علوم البحار تابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية دكتور جابي خلف. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. وبدي حي رئيس المجلس دكتور معين وحمزة، إن شاء الله يكون معنا كمان على عم بيشاهدنا مثل كل المشاهدين. لا شك أول شيء دكتور أهلا وسهلا فيك، مركز العلوم مثل ما بنعرف هو موجود بالبترون. صحيح. وشو بتزيد بعد نعرف عليه أكثر للمشاهدين؟ أول شيء بدي تشكر الان تي في يلي عم تهتم بهالموضوع، وبالحقيقة يعني هيدي حالة بيئية بتخص كل واحد منا، يلي حالة البحر يلي كلنا عايشين تقريباً بجوار البحر وعلى علاقة مستمرة متواصلة. مركز علوم البحار، المركز الوطني لعلوم البحار، صحيح موجود بالبترون بس هو أحد أربع مراكز تابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية. في مركز علوم البحار، مركز الاستشعار عن بعد بالمنصورية، مركز الجيوفيزيك بس تحكي عن الزلازل هو المركز التابع للمجلس بحنيس، صحيح، ومركز الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية اللي على طريق المطار. هذا أربع مراكز تعمل أبحاث، شغله بالأبحاث. نعم. نحن منا معهد، منا مدرسة، بس نحن عنا طلاب دكتوراه بكل مركز، في عدد معين 7-8 على طول كل سنة عم بحضر دكتوراه، لكن نحن مراكز أبحاث مهتم بالأبحاث. الأبحاث من هيك قلنا الأبحاث العلمية. صحيح. حتى نقول لأنه المشاهد هلأ بده يقول طيب أنتوا أبحاث، ولكن نتائج هالأبحاث مين التنفيذ تبعها؟ يعني عظيم. إذا في عظيم. يعني قضية التنفيذ عظيم. وين يعني هذا السؤال دائما بيطرحوه. عظيم. المجلس الوطني عنده سلطة وصاية، هي رئيس مجلس الوزراء. نعم. نحن مرتبطين مباشرة برئيس مجلس الوزراء. نعم. نحن كل النتائج تطلع معنا وكل الأبحاث والدراسات أكيد أكيد يعني بنرفعها للمسؤولين عنا، للدكتور معين حمزة ولرئيس مجلس إدارة، بنرفعها وكلنا سوا بنفكر كيف بدنا نلاقي، كيف بدنا التطبيقات تبعها. هلا صحيح في عنا سلطة وصاية بس نحن على الارض بنتدخل نحن. نعم. انا بدي اعطي مثل. نعم. مثل نحن بالدراسات اللي عملناها نحن مثلا تبين لنا انه احدى شواطئ المسابح الشعبية على طول الشط اللبناني اللي رح سميه هو المسبح الشعبي بطرابلس، رح نحكي عنهم على حلقة نيه، رح ايه؟ نجردهم اذا بدك. قدرنا نحن من النقورة للنهر صحيح الكبير. صحيح. قدرنا توصلنا نحن كمجلس بحوث مع البلدية طرابلس انه يتسكر سكر المسبح الشعبي، بينما في بعض هلا بنشوفها بعد مسابح شعبية هيدي كمان في عليها شوية إشكال، عليها شوية علامة استفهام، كمان نحن نتمنى أنه يتحسن الوضع، ولا بفتكر بنحكي بكل أكيد المواضيع. وأنا سؤالي كمان كان أنه التنفيذ كمان أنه كيف تتعمم على المواطنين إذا في شيء خطر، هذا اللي بدي كنت أعرفه كمان. في نحن اليوم في شغلة كتير مهمة بحصولنا على المركب العلمي قانا. نعم. يلي اجينا تقدمة من 5 سنين من الحكومة الإيطالية. اليوم نحن عم نعمل حملات بالمركب بنسميها حملات توعية. نعم. اليوم قبل ما أقول له أنا للمواطن شو بدي يعمل، بدي فرجيه شو عنده. عم نعمل حملات، عم نعمل طلعات بالبحر مخصصة للأو إن جي، للمنظمات غير حكومية، لطلاب مدارس، للمجتمع الأهلي، عم نطلع بالبحر وعم نفرجيهم شو عنا على الشط اللبناني. يا ريت شي مرة بنطلع كإعلاميين كمان. نحن مستعدين، وهيدي وظيفتنا، هيدي وظيفتنا. نحن بالعكس بنتمنى انه يعني كل الاقطاب كل المعنيين يطلعوا معنا ويتفرجوا ونفرجيهم شغلنا. اول شيء المركب قانا وشو فعلا تجهيزات حديثه عم ننفذ فيها ابحاث، ونفرجي شط اللبناني شو في من تدهور، شو في من حرام، انه هالبيئة خصوصا انه عندكم 25 نقطة على البحر شهريا انتم بتفحصوا. على كل حال خلينا نترافق مع منى جلوين بروبورتاج، واكيد تعليقك على هالروبورتاج. يعني نحن رح نشوف هلا ريبورتاج تصور عندكم دكتور خلف، رح نشوفه على الكاميرا هون قدامنا مع الصوت. بدك ايه اكيد بدنا نعلق سيرمو.
صحيح، هيدي الصور بالبترون. وفي شفنا اول شيء يافطه، هي يافطه معهد علوم البحار يلي عم ينشئوه بالبترون، يلي هو تابع لوزاره النقل. نعم. يلي هو رفيق لنا بالنهايه، عم نتعامل احنا وياهون. هون عندنا شبابنا المتخصص بالغطس إليتيريك يلي بيغطس عادة وبيشلنا عينات. نعم. هاي المنطقة الخليج اللي حد البترون هو خليج نقطة مرجعية لإلنا. نعم. نقطة نظيفة يعني. بس بدنا نقارن نقطة نظيفة مع نقطة ملوثة، بناخد هي خليج البترون يلي قريب لإلنا، كان من التلوث البكتيريولوجي ولا الكيميائي ولا غيرها، وحتى بالتنوع الحيوي الموجود كذلك الأمر. بهالخليج هيدا عنا مرجعية، نقطة مرجعية بنقارن فيها مع غير نقاط. هون عم نشوف المختبر يعني كيف صحيح بناخذ عينات. هذا مختبر البكتيريولوجي يلي هو كثير مهم. نحن عندنا مثل ما ذكرت حضرتك انه في عندنا نوع من تلوث بكتيريولوجي منتشر وبكميات كبيره على بعض الشواطئ، مشان هيك ركزنا وعملنا مختبر خصوصي بالبترون وعلى المركب العلمي قانا بكملوا بعضهم. عندنا مختبرات ناخذ عينات دوريه وبنعمل تقريباً فحص تقريبا كل شهر ولا على طول الشط اللبناني منقيين 25 نقطه، يلي هال 25 نقطه بتمثل تقريبا طبيعه الشط اللبناني، من مسابح شعبيه، من مصب انهار، حتى من الشواطئ صخريه او من وجود مجارير. بنفحصها كل شهر، بنطلع بناخذ عينات ماي وتربه واحياء بحريه، ونعمل لها فحص ونشوف نعم الاسماك الموجوده عندنا على الشط على الشط اللبناني، وبنعمل لها فحص. وهيدي هالدراسه صار لنا حوالي 35 سنه عم نعملها، مش بنت امبارح. هون بحب يعني ما بتاخذوا عينات بس، بتاخذوا عينات سمك وكل البيئه البحريه. يعني في شغله كثير مهمه لازم يعرفها المواطن. نعم. ما بكفي انا انزل اخذ عين هلا وطلع لي اقول لك البحر ملوث، لا تراكم معلومات. نعم. المعلومات بدها تتراكم، وبعمل لها دراسه احصائيه انا. نعم. وبشوف حوالي البيئة اللي حوالي، وساعتها بطلع أنا النتيجة. هون شو بعدنا عم نشوف يعني كيف بعدنا عم بيتم الفحص والتحاليل؟ زراعة الكولتور تبع البكتيري. وهون دراستهم قديش مجمع بالعينة، كم كولوني أو كم بكتيري إذا بدنا نقول. نعم. يلي ببعض الشواطئ عنا وبعض المناطق في عنا ميات الألوفات اللي مفروض تكون أقل من مية. أقل من 100 وحدة. عندنا 30,000 و40,000 على شط رمزة البيضة مثلا، أو وهيدا على غير شط سباحة مهمة كتير. شط يعني شط شعبي، شط بيقصدوا السباحين. دكتور، لأنه ذكرت أنه بتزرعوا في زرع وفي تحاليل، بدي بس فرق بين تيار في المواطن اللبناني المشاهد اليوم، أنه البكتيري هل هي كتير خطرة على يعني إذا لقينا تو بكتيري عم تقول أنت قلت تعدى المية. نعم. ما هيك؟ نعم. بتصير بعد المية بتصير خطرة على الصحة العامة أو بتعمل أمراض جلدية، شو بتعمل؟ في بتعمل امراض جلديه بعد البكتيريا، بس نعم. اليوم انا او المواطن ما يتسبح بمجرور. القدره للبكتيريا بيتفككوا بسرعه. نعم. ونحن بحرنا بلبنان بحر في موج، خط مستقيم، يعني ما في خلجين. ما في خلجين. هاي برافو، هيدي شغله منيحه. يعني في حركه ماء، والحركه الماء مع الاكسجين والهواء والشمس عم بفكك بسرعة. اليوم حيلا مجرور عم بصب، سكره أنا بيومين ثلاثة بينظف الشط. يعني الشط بينظف حاله. بينظف حاله. وكتير مهمة، أنا ذكرت لك رملة البيضة. رملة البيضة من الشواطئ اللي ملوثة، بس أخذنا عينات من التربة من الرسوبيات. نعم. فحصناه ما فيها تلوث. يعني معناتها بيقدروا ينزلوا يسبحوا. بيقدروا يتسبحوا. هلا الحمد لله ما صار عنا ولا حالة نحكى فيها إنه حدا انصاب، حدا صار له أي مشكلة صحية. عم تنزل تسبح، أفضل ما يتسبحوا، بس مثل ما بقول أنا عنده مناعة صار اللبناني، عنده حماية من ربنا، إنه يعني بالنهاية إنه مش عم يصير عندنا مشاكل. وهنا بدي ميز للكيميائي، هيدا الكيميائي بيكون فيه معادن تقيلة. صحيح. هيدا أخطر. لهيدا الخطر. هذا الخطر، إيه. يعني هيدا بنقول إذا السمكة فحصوا ما فيها معادن يعني فينا ناكلها، إذا في معادن صحيح. ما فينا ناكلها. صحيح. يعني أنت تطرقت لموضوع كتير مهم يلي هو نوع من التلوث الخطر. نعم. يعني إذا بدك منحدد نوعين من التلوث، عندنا التلوث الكيميائي يلي خطر بس منه منتشر على شط اللبناني. نعم. والتلوث العضوي البكتيريولوجي يلي منتشر بسبب وجود المجارير على طول الشط اللبناني، وهذا اللي بنحكي عنه تلوث بكتيريولوجي يلي ما بفزع، منه خطر قد التلوث. الناس اللي بتسبح يعني في مسابح شعبيه دكتور قريبه على يعني قريبه المصانع. على المصانع، ومصانعنا ما عندها محطات تكرير. صحيح. معنا لمحطه تكرير وحده، محطه غدير بطرابلس، ناطرين نمد الشبكه. مزبوط. وبجبيل وبتبرجة وبصيدا تقريبا. هلا ما في شيء ماشي. صحيح صحيح. بالنسبة لموضوع التلوث الكيميائي، التلوث الكيميائي محصور حد المدن. بدي أعطي مثل بيروت. نعم. بيروت. نعم. من رملة البيضة لأنطلياس
أنا بقول ما حدا يتسبح. ما حدا يتسبح. ممكن يبعدوا عن الشط مسافة معينة. بده يبعدوا لبرا بالألف متر، 1500 متر يبعدوا لبرا. لا خلينا نكون واعيين. نحكي الأشياء مثل ما هي. أكيد. ما بدنا نخبي، ما بدنا نضخم، ما لنا جايين نحن هون نفزع العالم. أكيد. لا جايين نوضح، جايين نوعي الناس. مدام ربيك، نهر أنطلياس، مصب أنطلياس مجرور من أنطلياس لرامة البيضاء، الشط اللبناني ملوت. أنطلياس كيميائيا وعضويا، يعني راس بيروت محل ما في المكب، مصب نهر بيروت كيميائيا وعضويا. مش هناك بقول انا بعده قد ما فيكم على منطقه بيروت. عم تقولي لي حضرتك في ناس بيتسبحوا حد المعامل قليله، حد الزوق مثلا بنشوف اشخاص بس قليله. اليوم بده الشخص يتسبح كل يوم 8 ساعات عم مده 20 سنه لحتى اذا في تلوث بالرصاص او بالميركور يتراكم بجسمه، وهذا مبدا يمشي مش عم تحصل. مش عم تحصل. ما تسجل على كل حال لحالاتنا. وهون وضع السمك هون شو بيكون؟ ولا السمك، لانه عندنا مسامك على شط اللبناني، في عندنا في الدوره، في داليا، في انتاج نحن اللبناني. اللبناني تقريبا بيستهلك 30,000 طن. نعم. بننتج منهم بلبنان 6-7,000 طن والباقي بنستورده. نعم. هال 6-7,000 طن بشكل عام عم نجيبهم من برا. برا يعني مش قراب للشط. انا قصدي برا. هلا في كثير صياده بكبوا شباك، بكبوا ديناميت بجنوب بشمال، بس الاكثريه عم يطلعوا لبرا، عم يطلعوا لبرا بجيبوا سمك. ونحن اذا بتحبي ذكرك بس ضرب التلوث النفطي بال 2006 تبعنا، نحن كنا مكلفين من رئيس مجلس الوزراء نتابع التلوث الكيميائي. حتى مؤخرا شاركتوا بقبرص كمان. صحيح. صحيح. لانه بعدكم عم بتتابعوا. بعدنا لحد هاي السنه عندنا، حطينا خطه بسبع ثمان سنوات لنتابع التلوث. في قول 95%. نعم. 95% شطنا والاحياء البحريه والرسوبيات 95% نطفيت. وتحضر تاز دكتوراه علي بالموضوع، عملت الصبيه سوتنونس مش من زمان بفرنسا. يعني عندنا النتائج الملموسه، فينا نطم العالم بالتلوث النفطي، فينا نقول انتهينا منه نهائيا 95%، مشان ما اقول نهائيا. اما التلوث الكيميائي الباقي بعده عن المصانع، بعده عن المدن الكبرى، بعده على المدن الكبرى. بكل بساطه. نحن عندنا ريبورتاج تاني اكيد رح نشوفه سوا، وكمان رح نعلق عليه دكتور. هذا المركب العلمي قانا، يعني هذه بنعتبرها جوهرة لنا. نعم. أدت لتحسين نوعية العمل ونوعية الكمية ونوعية العمل والإنتاج اللي عم نعمله نحن. نعم. بوجود المركب قانا خلقنا ميادين جديدة، الأفاق جديدة للأبحاث. هذا الروبور رجل الآلي هون نحن هون بيصور في هونيك نبع مي حلو بيصور. نعم. عم ناخذ عينات وعم نصورها. بتعرف اليوم في عندنا مشكله الماء رح نحكي عنها، وانا مبسوطه انه كيف ثاقبت انه مطروحه كمان كبديل. هلا مبين كيف عم نصور المياه العذبه، ينابيع العذبه بصور، كيف عم ناخذ عينات، كيف عم نعمل لها شويه دراسات وفحوصات للمياه وللتنوع الحيوي كمان. يعني هالروبو بيصور لنا قاع البحر، يعني في محلات قدام ننزل اي تقريبا فينا ننزله لل 200 متر هيدا، وعلى بعد مياه الاقليميه 200 متر محل. هلا يمكن يكون قراب للشط وعندنا 500 متر ما بننزله. فينا بعد 2000-3000 متر بجير في القارب. وعندنا اخصائيين بكل الاختصاصات بالمركز علوم البحار. نعم الحمد لله. نعم. طيب حتى نحكي شوي عن موضوع الانهر، ذكرته انا كمان هيدا بدي اقول لانه هيدا طرح من البدائل. نعم. حتى دولة الرئيس بري كمان امبارح. نعم. عم بيقول انه ليه بدنا نجيب من تركيا ما دام عندنا مصبات الانهر اللي هي مياه عذبه، ممكن انه اذا ما قدرنا حلينا مياه البحر هيدي. صحيح. طريقه كمان. خبرنا بنطمن بنقدر نبلش. انا بطمن، انا لان صاي عملت اول اطروحه الدكتوراه على مياه الانهر، وعملت اطروحه دكتوراه ثانيه على مياه البحر. نعم. انا انهر لبنان كلها ماشيه، انهار لبنان كلها ماشيه وكلها عملها دراسات. نعم. وفي يقول عندنا كميه مي مش هالسنه هيدي. نعم. هلا بعطيك مثال. نعم. عندنا كمية مي بالأنهر بتكفي وما بتخلينا بحاجة لا نجيب من تركيا ولا حتى لينابيع الجوفية نستعملها. كمية المي أنا بدي أعطي مثلا، اليوم نهر إبراهيم بعرفه عن غايب، نهر الدمور بعرفه عن غايب، نهر أنطي كلهم بعرفون. اليوم عم نشتغل على نهر إبراهيم كمية المي أقل من ربع الكمية الموجودة كل سنة. وبعدين نهر إبراهيم عم يستخدموه كمان للطاقة للكهرباء. في ثلاث محطات كهرباء على نهر إبراهيم عم يستعملوا، بس الماء ما بتروح نزعان. الدكتور رح أترك هذا التفصيل بعد هالفاصل لأنه كتير مهم، وبتمنى كل الأخصائيين واللجان اللي عم تشتغل مؤسسات المي تسمعنا اليوم، وما بدها شيء، ما بدها مال، بدها بس إرادة. فاصل.
منتابع الحل عنا مع مدير مركز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية دكتور جابي خلف. دكتور، إذن فينا نقول أنه الأنهار الموجودة والفحوصات عليها على الشط اللبناني هي اليوم تقدر تغطي، إذا بدنا نقول، عقله بيروت وجبل لبنان بالماء، لأنه فصل الشحايح مبلش وواصلين على جفاف. معروف أنه على طول الشط اللبناني عندنا 13 نهر. نعم. نهر ساحلي بنسميهم، الأنهار الكبيرة. نعم. مش عم بحكي عن البرا وعن الفروعة. نعم. 13 نهر، وبالداخل عندنا 3 أنهار. نعم. كمية المي الموجودة فيهم بتكفي لبنان وبزيادة إذا عرفنا كيف ندير هالمي. وين متواجدين أكتر شيء على الشط اللبناني دكتور؟ الأنهار. نعم. لأنه موجودين من الشمال من نهر الكبير الجنوبي لحتى النهر الأولي، للنهر الأولي بالجنوب، ولنهر الزهراني يلي هو نهر الليطاني، القاسمية يلي هو امتداد للليطاني. 13 واحد على طول، يعني موزعين جغرافيا من الشمال للجنوب، وكلهم ميتهم صالحة للشرب. تنطلق صالحة من الينابيع بالجبال. نعم. بس تمرق بالمدن الكبيرة، إذا بقول حمانة مثلا نهر بيروت، أو إذا بقول تنورين لنهر نهر الجوز. نعم. أو إذا بقول مثلا على نهر البارد، بعض المناطق يلي عم بكبوا المجرير فيها تتلوث. يعني هو بدأ تتلوث، ترجع بتعمل بنص المجرى تبعها شوية تكرير بالمناطق يلي فيها غورج بالجبال يلي ما فيها سكن، ترجع بتنضاف، بس توصل على جسر الباشا وتوصل على البترون وتوصل على الدمور وترجع بتتلوث من جديد. يعني اليوم إذا واحد ماشي على جسر الواطي على نهر بيروت وتطلع بالنهر بشوف مجرور، ما بشوف مي للأسف. هيدي حالة البارد وهيدي حالة أبو علي. حاليا يلي عم يدرس موضوع المي هي مصالح المياه، يعني بتنصحهم يتصلوا بالمركز بتعطوهم دراسات وين ممكن اليوم استثمار هالمي كبديل عن تركيا مثلا، كبديل عن هالسيترنات يلي اليوم يمكن بالأبار من مملح من مكلس من بيأثر على الصحة. صحيح. نحن عنا دراسات علمية لكل الأنهار وحديثة أكيد ما في شك، على طول عنا ناس عم يشتغلوا وعم بياخد عينات، يعني كيف عم نعمل على الشط اللبناني بناخد عينات دورية، حتى بالأنهر بناخد عينات دورية. بس اليوم المشكلة أنه اليوم بدنا نعمل سدود، ما في أنا أقول اليوم أو بعد سنة الجاي إذا انتبهت بدنا سدود. هلأ الخطة العشرية لو زبطت بال99 كنا بألف خير، لأنه صحيح. كل سد بده 5 سنين. هلأ عنا سد بقعاطة يلي ماشي، عنا سد شبروت وسد شبروح وسد جني اللي مبدئيا توقف العمل فيه. بكل الحالات ما عم بقول أنا آنيا ممكن استعمال مياه الأنهر النظيف اللي عم بتصب البحر يلي شوي شحيحة، يعني بقول لك أنا مثل ما قلت لك الدمور كتير خفت فيها. نهر الجوز ما فيه ولا نقطة بعد قلعة المسايلحة ولا نقطة. نهر البارد خف كتير المصب، بس يمروا بمخيم نهر البارد خف كتير كمية المي. نعم. كل النهر خفت، لأن مثل ما بتعرفي مرقنا بالشتاء كمية التلج، هي كمية التلج اللي بتعبي الأنهار، ما قدرنا التلج. دكتور، عم تشتغلوا على محميات بحرية مثل ما عرفت؟ صحيح. موضوع بالمركب العلمي قانا اجينا دعم مادي من برا من الأمم المتحدة بال2012، عدنا جمعتين بالشمال، يعني من رأس الشقة من البترون تقريبا لطرابلس، عملنا مسح للتنوع الحيوي. ورجعنا بال2013 كمان اجينا دعم، نزلنا من صور للنقورة، عدنا جمعتين بالمركب العلمي قانا كمان مع اختصاصيين لبنانيين واجانب، وعملنا مسح. وبخبرك انه عندنا تنوع حيوي حتى تبين انواع جديده مش معروفه بعد بلبنان وبالعالم. عندنا مناطق فيها تنوع حيوي رهيب. هيدي حرام مش اليوم تنعلم محميات طبيعيه قبل بكره. يعني بس احكي عن ليلى ورده مبدئيا نحن ريكومنداسيون عم نرفع توصيه. يعني عندك ليلى، عندك النقوره عندنا البياضه، عندنا جنوب السور كلها سوا، عندنا انفه، عندنا راس شقه من المناطق اللي تعتبر من اجمل المناطق بلبنان. في عنا مناطق، يعني التنوع الحيوي اللي فيها بتقول لك حرام ما تدقوا فيه. اكيد. اي متى هلا عندي سؤال اخير، وين بنسبح دكتور؟ وين اللبنانيين بيسبحوا؟ نحن عاملين خارطه، وهي الخارطه يعني ما بعرف اذا الصبايا بحطوها، ما بعرف اذا عنا هلا عملناها كمان السنه هيدي، ومنفرجي النقاط حاطين عليها لون احمر يلي كثير خطره، ولون اخضر يلي. طيب كيف بيقدروا يشوفوها اذا احنا قدرنا مرقناها هلا مثلا؟ اول شيء احنا بنحطها على السايت تبعنا، بعدين بنعمل لها ديفيوجيون بكل الجرايد ويتصلوا فينا. على السايت اكيد، يعني رح نحطه على الشاشه، ولكن فينا نطمن انه في مناطق زيرو بكتيري، يعني في مناطق. صحيح. في وين؟ طلع
بعيد عن المدن الكبيرة. يعني أنا إذا رح بلش من بيروت شمالا يعني نعم. أنا تركت أنطلياس وطلعت شوي صوب دبي، خليني أبعد عن دبي كمان شوي، بوصل لجوني. جوني مش المدينة، نعم جوني معاملتين. إذا بدك معاملتين، طبرجة منطقة نظيفة، طلعت من طبرجة طالع على الهري نظيفة. على جبيل كتير نظيفة منسي. على البترون، بس نبعد نحد المعامل دايما نبعد. كل هاي المنطقة نظيفة فينا نتسبح فيها، ما في أي إشكال، ومنطقة صخرية نظيفة. طرابلس ملوتة، عنا ثلاث نقاط بطرابلس وتوقفت مثل ما عم بتقول بناء على دراسة. يعني فينا نقول يعني نصيحة أخيرة أنه نبعد قدر الإمكان على مصبات المجارير. صحيح. وأكثر منطقة هي ممنوع إذا بدنا صيد فيها السباحة فيها هي من دبي، من أنطلياس لشكة وحتى بجنوب كمان، حتى بجنوب منطقة الرملية. لا نبعد عن صيدا وصور، لأن قبل المدينة الرياضية بصور عندنا نقطتين ثلاثة كتير ملوتين. خلينا نبعد عن صيدا، نبعد عن صور بس بيناتهم نظيفة. وجنوب صور مثل ما قلنا البياض والليلة والمنصورة والنقورة، البحر أزرق على أحمر على أخضر. دكتور شو نصيحتك آخر شيء؟ يعني أنتو كعلم يعني اليوم نعم. علميا فينا نقول كل هالأبحاث عم بتبين أنه نحن عم نتقدم، أو عم في مطارح لا بعدنا ما كنا بقضية البحر والبيئة البحرية والتلوث؟ لا نحن كعلميا لحلك شغلة، المركز علوم البحار اليوم بيشتغل 80% من الأبحاث اللي بتنعمل بالبحر. نعم. 20% شوية للجامعة الأمريكية، شوية للجامعة اللبنانية، شوية لجامعة البلاباند ولبعض الجامعات، بس 80% نحن عم نشتغلها بمركز علوم البحار، وعنا بحسين وعنا مساعدين بحسين، وعطول عنا تجدد. اليوم بقول لك شغلة، ما بينعمل مشروع بالمتوسط، ما بينعمل مشروع إلا ما يتصلوا فينا كونوا معنا. وفي ضغوطات شي عليكم بالتقارير أبداً. يعني هاي كتير مهمة مرات الوسائط. نحن بلبنان دكتور، ما بقول لك أنا محل ما عم يتسبح ورا من البيضة بقول لك ملوتة، ما بقول لك بيروت أنطلياس اليوم في تلوث كيميائي وتلوث بكتيريولوجي عضوي. ما بقول لا. أنا بدي أشكر حضورك معنا، وقبل ما ننهي في معنا اتصال عم بيقولوا لي في قضية إنسانية. ألو ألو بونجور. بونجور مدام. مدام ربيكا. ايه تفضلي. أهلا معك مدام هدى حبيبي. أهلا. أنا حكيت معكم قبل الدار يا حبيبي. أنا عندي ابني وقع من سادس طابق. نعم. وقلنا من السبت نتعذب فيه، وما كنت استقبله ولا مستشفى. آخر شي وصلنا لجبل لبنان وفي عين خير حاط ديبوزيت $1,500 لدخل، لما نلاقوا حالته خطرة صار عنده تعريض للشلل، عملوا له عملية بسخرات ظهره. هلأ عنده عمليتين ما عم بيقبل أولاد أي شكل، بدهم $8,000 حق القطع اللي تركبوا واللي بده يركبون. قدي عمره ابنك؟ مدام قدي عمره؟ سنة 32 سنة. عندي عنده إعاقة صبي، يعني مش أنه سليم. هلا بتحكيتهم بالمستشفى، اجاني 200,000 حطيتهم اليوم بالمستشفى. طيب مدام انت ما عندك لا ضمان ولا عندك شيء؟ لا يا حبيبتي، عملنا وزاره والوزاره ما بتعترف بالقطع، بس طالبه من اللي بحب يساعد ويساهم معي لهالصبي لتنعمل عمليته. كيف بدهم يضعروه يوم على البيت؟ مثل عندك رقم تليفون؟ كيف نقدر نساعدك؟ كيف بيقدروا يتواصلوا معك؟ في رقم تليفون؟ اي حبيبي اعطيني. أعطيني. 71 788 أوكي 776 أوكي رح نحطه على الشاشة، وأنا بتمنى إنقاذه أكيد. هيدا يعني عم ننقذ روح، يعني ممنوع كل حال، ممنوع نوقف مريض بأي مستشفى إذا هو بحاجة. يعني هيدي أولوية، هيدي أولوية. بتمنى وبشكر على كل حال جبل لبنان إنه استقبلوا وعم بيقوم بالمهام. فإذا 71 782 7770 إن شاء الله خير مدام، يعني كتار خصوصا بشهر الفضيل كمان كتار بحبوا يساعدوا. وكتار لا الحمد لله الأيادي البيضاء موجودة، ونحن أكيد عبر الام تي في من ناشد كل الأصدقاء، من ناشد كل المشاهدين القادرين يساهموا بعلاج هالشاب. بيكون يعني هيدا الله بيجازيهم، ما بدي أقول لهم أكثر من هيك. يعني الله خلصوا أدمنته. طيبة نازل مش غايب عن الوعي ويصرخ يا عبرة يا عبرة. نحن بلشنا نحط الرقم، نحن بلشنا نحط رقم مدام، وقد ما فيكم يعني ما تشغلوا رقمكم، وبتمنى يكونوا جديين يلي عم يتصلوا فيكم، وإن شاء الله التنين فينا نقول إنه مش الحال. شكرا لك دكتور خلف، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. مشاهدينا بعطيكم موعد التنين دايما عبر الام تي في الحل عنا. إلى اللقاء، كلوا سمك لبناني وتسبحوا على الشط اللبناني، والأهم بعدوا عن المجارير.